المشاركه ديال النساء في القطاع كتبقى صغيره، ولكن الاعتراف كيخلي الناس يديروا واحد المجهود كبر باش يكون داك التاثير كبير. واخا حنايا النسبه ديالنا في المدرسه تقريبا كتقارب 10%، ولكن هي حاجه زوينه انه البلاصه اللي كيكونوا فيها النساء كتكون حلوه. سبحان داك ديك القصوحيه، يعني حتى الدراري في لانتر ما كيقولوا لنا، كيقولنا كما كنتو شفتوا ملي كتكونوا معنا مثلا كترطبوا علينا الهضره، كتلقاو علينا بزاف داكشي، علاش يمكن هما مستافدين قبل منا، ومشاركة ديالنا كتبقى على حسب الجهد ديالنا، وان شاء الله يتفتحوا لنا ابواب اكثر باش نشاركوا اكثر وتكون عندنا فعاليه. سيدي يعني اللي كيعترف بمجهود المراه، وانا تنشكروا على هذه المساله هذه، وهنيئا للمراه كما قال السيد مندوب المكتب الوطني للصيد بان المراه راها ام، راها اخت، راها تلميذه، يعني عندها بزاف ديال المبادرات في جميع المجالات الاقتصاديه والاجتماعيه الى غير ذلك. شكرا. دابا بينو بينكم بقينا تنقلبو بلادو، لأن خصنا شي صحافية هنا. شكرا شكرا بارك الله فيك. دوك كي تيدير التقليد، حنا تنتبعو التقليد نسيت لوطاسيون دو بي سي وهذا، دونك هذا اعتراف مني انا شخصيا ومن المؤسسه ديالكم. شكرا شكرا. شكرا. انا تعودت هذا الشيء خمسه.